فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. مساء النور خالد، مساء النور لضيوفك الكرام ومساء الانوار لمتابعي مشاهدي قنوات بي ان سبورتس في كل مكان. دائما وابدا عبر الليغا نجدد التحية معكم ومن خلال هذه المواجهة في افتتاح مباريات الجولة 14 او ثاني مباريات الجولة، بحكم ان الجولة انطلقت ليلة البارحة بلقاء جمع ما بين فريق ريال مايوركا في سيوتا دي فالنسيا مع نادي ليفانتي، المواجهات التي انتهت بانتصار ليفانتي وبهدفين مقابل هدف واحد، رفعت رصيد الفريق الى المركز العاشر وفي وضعية مطمئنة نوعا ما بعيدا عن أندية الهبوط التي تعاني مبكرا جدا في هذا الموسم، وأكثرها معاناة هو ليجانس، ضيف أو مضيف برشلونة في مواجهة اليوم، والفريق الذي يستضيف متصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد سبب الإيقاف هنا في مباراة اليوم. تشكيلة البارسا، الفريق الضيف في هذه المواجهة، يبدأ بشتيجن في حراسة المرمى، اقتلال مبكرا جدا، بريثويت يسدد لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة تصل إلى ركلة مرمى، ديمبلي يبحث عن التقدم، تمريرة لم تكن بالشكل المطلوب، يحاول ديلامبوسكي أمامية ملعوبة الكرة، محاولة الوصول إلى سواريز، طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. راكيتي أمامية من أمتيتي، محاولة الوصول إلى موسى ديمبلي لكن أيضا تغطية في ما يعيدها فرانكي ديانج، حتى يتقدم يسقط في أرضية الملعب، وحكم المباراة يعلن عن وجود ركلة مرمى لمصلحة ليجانس. ركلة مرمى لا خطأ فيها، لقب 16-2017، كرة بمحاولة والتسديدة تأتي لكن أيضا المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. يدوب نجح في البقاء الموسم اللي بعده، ايضا انهى الموسم في المركز 17 ايضا، ربما اليوم يكون دافع اكبر من اجل الانتصار. كره محاوله تصل الى موسى ديمبلي، موسى فاكي عرضية في منطقة الجزاء، تغطية وابعاد في اللقطة الماضية، يتركها السنغالي بعد ذلك الى نبيل الازهر دائما ضربة عربية اخرى. كاد اوسكار من جديد، اللاعب المعار من ريال مدريد في اللقطة الماضية كاد ان يسجل، تأتي بهدفين او بهدف لثلاثة لبرشلونة في كامب نو، لكن الله على كرة نصيري، الله على كرة نصيري في توقيته مميز، ويعلم تماما بأنه ربما قد ينتزع الصدارة فيما لو سمحت النتائج في هذه الجولة، وخم المنتخب المصري وحاليا يعود من جديد إلى منافسات الليغا مدربا لفريق الليغا، صاحب المركز الأخير في تحدي كبير جدا بالنسبة لهذا المدرب. بطاقة صفراء تظهر يبدو على روكي ميسا، محاولة من موسى واقف في داخل منطقة الجزاء، عرضية تأتي لكن تغطية وإبعاد جيدة، لكن هنا يبحث عن التعادل سواريز كويار في المكان المناسب، بيتشو كويار يتدخل في اللقطة الماضية، صار يعني رسميا تصدر للمجموعة، كرة من يوسف الصيري لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب الأولى في هذه المواجهة، ملعوبة المحاولة بعيدة تماما إلى خارج أرضية ملعب، رمي التماس في الجانب المقابل، فترات قليلة إلى الفريق الأول، والآن يتواجد بشكل رسمي في تشكيلة إرنيسو إيفا من أصل 12 مباراة. كرة تصل إلى أنطوان غريزمان يسدد لكن هنالك قرار يأتي من تبحث عن التقدم، الكرة الماضية اصطدمت عادت من جديد وصلت بعد ذلك. برافو حاول داخل منطقة الجزاء، تصدي في توقيت مناسب المسجل عن طريق صيري، راسية تأتي ملعوبة بشكل مثالي جدا، الكرة الراسية أبدا
يعني هذا داني ألفيس في الجهة اليمنى مستحيل يعني حاول برشلونة و... هذه قصة الهدف المسجل. بيريز إلى روكي بيس سيسدد، لكن في اليمنى موسى باقي عرضية في منطقة الجزاء، لكن أيضا محطات كثيرة، كرة بمحاولة دخول إلى منطقة الجزاء سهلة عند حارس المرمى بيتشوكويا. كويار سيطر على كرة مستوى أوروبا في هذا الشهر هي مواجهة فريق وخسر من ليفانتي، خسر من غرناطة. وبتليسرا ديمبلي يتقدم، جونيور موجود، تمريرة لم تكن بالشكل المطلوب من موسى. أصغر ملاعب الثانية، أصغر ملاعب الليغا في الدقيقة الأخيرة قبل نهاية أحداث الوقت القصير. الآن أمام المرمى عمان بيكي يتقدم، يوسف يسدد لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كرة يوسف نصيري يتقدم في اللقطة الماضية ويستلم الكرة بشكل مميز جدا ثم يطري في روزاليس سيلفا بالإضافة إلى روبن بيريز، روكي ميسا وأوسكار. كرة بمحاولة رأسية خطيرة جدا اصطدمت في القائم، اصطدمت في القائم رأسية جيرار بيكي. هذه الكرة الركنية التاريخ باعتباره الهداف التاريخي لفريق ملقا. كرة بمحاولة رأسية ملعوبة 23 أو وصولا إلى 19 من شهر ديسمبر القادم الفالنسيا وتعيين سيلاديس، ثم بعد ذلك ديفيد كاليغو أقيل من تدريب خطأ لمصلحة ميسي. ملعوبة المحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية، والتعديل، التعديل يأتي بأقدام سواريز أو برأسية سواريز، يسجل وليونيل يصنع هدف التعادل الآن بعد كرة ثابتة. ينجح البارسا في الوصول إلى المرمى ويسجل برأسية عن طريق سواريز. هذه الكرة الماضية بالقدم، موسى فاكي يلعب الكرة الماضية، عادت من جديد سواريز، طالت الكرة والتغطية، عادت المحاولة مرة أخرى وصلت إلى ميسي، ميسي يسدد. كويار نعم، سيرجي بوسكيتس يترك أرضية الميدان لإيفان راكيتيتش. واحد راح يعني حتى ما يصر على طريقة اللعب. ثم بعد ذلك يأتي شوط المباراة الثاني ليسجل من خلال في المملكة العربية السعودية. كرة تصل الآن من عثمان ديمبلي ومحاولة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. ملعوبة بشكل مثالي جدا خطيرة الكرة الماضية، لكن كرة جونيور فيربو، جونيور محاولة على العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وموسى في الجهة اليمنى، موسى فاقي أمامية محاولة الوصول إلى أرتور الثاني، هدف التعديل لبرشلونة، عرضية مثال إلى ميسي على مشارف منطقة الجزاء. سواريز يسدد لكن كرة سهلة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، تأتي من جوناثان سيلفا عرضية داخل المنطقة رأسية، لكن مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة بتمريرة وصلت إلى إيفان راكيتيتش، راكيتيتش أمامية سهلة عند حارس المرمى كويار سيطر عليها بالشكل. فرانكي ديان يترك أرضية الملعب كتبديل ثالث وأخير في تشكيلة إرنستو فالفيردي. إعادة المحاولة لمصلحة ليونيل، الكرة بعد ذلك بالنسبة لديمبلي من خلال أحداث هذه المواجهة. كرة بمحاولة عرضية اصطدمت، تغيرت اتجاهها ووصلت نهاية مباريات اليوم. مع نهاية مباريات اليوم، اليوم اليد تعود من جديد، محاولة بتسديدة خطيرة جدا، لا زالت عثمان لا 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 يلغى الهدف، يلغى الهدف بداعي التسلل او يحتسب الان، يحتسب الان، حكم المباراة يحتسب الهدف بعد ما الغاه الحكم المساعد الاول ويطلب انتضاع تقنية الفيديو من ركلة جزاء في قرار الهدف. نعم يحتسب الهدف ويتقدم. صلوا على رسول الله.